السلام عليكم أستاذ مصطفى. أنا كنت عايزة أروي لحضرتك تجربتي في المدارس الدولية اللي في مصر، يعني خاصة يعني أنا كنت في النظام البريطاني، فكنت عايزة أحكي يعني لحضرتك اللي كان بيحصل هنا. أنا عندي 23 سنة وأنا كنت في المدارس دي من أول 5 ابتدائي لحد جريد 12 اللي هو تالتة ثانوي يعني، وتخرجت منها. واخواتي برضو من اول اولى ابتدائي لحد ثالثه ثانوي برضو اتخرجوا منها، ولسه في بقيه اخواتي لسه في المدارس دي يعني. فكنت عايزه احكي لحضرتك، قبل ما احكي لحضرتك اللي كان بيحصل هناك، كنت عايزه اقول لحضرتك يعني حضرتك ما تعرفش انه في مصر هنا يعني معظم المدارس الدوليه بيبقى فيها 3 انظمه تعليميه: نظام ناشونال اللي هو النظام المصري بس مترجم انجلش زي المدارس التجريبيه شويه شويه كده، وفي النظام الثاني اللي هو اللي انا كنت فيه اللي هو الاي جي سي اس اي اللي هو النظام البريطاني، والنظام الثالث هو الامريكان اللي هو الاس اي تي. وطبعا افسد نظام هو النظام الاس اي تي ده، يعني كلهم كانوا فاسدين جدا. وهحكي لحضرتك اللي كان بيحصل يعني. في ال3 انظمه دول ساعات بيدمجوهم مع بعض نفس المبنى، وساعات بيحطوا كل واحد في مبنى لوحده يعني. فكنت عايزه احكي لحضرتك يعني قبل ما احكي اللي كان بيحصل في المدارس دي، عايزه اقول لحضرتك ان احنا ما بنفرقش اي حاجه عن اللي بيتخرجوا من مدارس حكوميه غير موضوع الانجليش، يعني غير موضوع الانجليش ده، انه ممكن يكون الانجليش عند الناس التانية يعني ضعيف، هم بالعكس هم اصلا اشطر مننا في معظم الجامعات. يعني انا مثلا في كلية طب، وانا كنت في ايام المدرسة كنت متفوقة جدا جدا، وكنت بجيب رانكينجز اللي هي يعني كنت بطلع الاول على الجمهورية في المواد بتاعتي في الاي جي سي اس اي يعني في النظام البريطاني. ولكن سبحان الله يعني انا دلوقتي المفروض ابقى في 5 طب، لكن انا بعيد السنة، بعيد سنة رابعة، ومش بنجح في مواد كتيرة يعني، في مواد مش بنجح فيها. وسبحان الله الناس اللي هي جاية من الريف واللي جايين من محافظات اللي هي الريفيه زي بحيره وكده، بالعكس دول اصلا هم اللي بيتعينوا، او هم اللي بيتعينوا معيدين، وهم اللي بيطلعوا الاوائل، وهم اللي بيتخرجوا يبقوا دكاتره الكليه اصلا. يعني انا مش معرفش صراحه، يعني في ناس تانية ممكن يكونوا متخرجين من نفس المدارس اللي انا كنت فيها ومتفوقين، بس المعظم اللي تلاقيهم اوائل وكده تلاقيهم من مدارس عامه عادي خالص والمحافظات ريفيه يعني. فالفرق بس هو موضوع الانجليش ده يعني. فممكن مش لازم ان حد يدخل عياله مدارس دي عشان خاطر الانجليش، طب ما انت ممكن توديه كورسز وكده، مش لازم تكون المدارس دي يعني. فاحكي لحضرتك اللي كان بيحصل في المدارس دي. اول حاجه صعبه جدا ان انت توري اي شعائر دينيه، يعني انا فاكره مثلا الموضوع ده حصل معايا وانا في سي بي بي 5 اللي هي يعني 5 ابتدائي. كانوا عندنا مدارس مدرسين اجانب ومدرسين عرب، بس ما يعني المدرسين العرب كان منهم اللي جايين من الغرب، يعني هم اصلا متعلمين في الغرب وكده وجايين يدرسوا عندنا يعني، بس هم اصلهم مصريين يعني. فدول كانوا بيقولوا لنا، يعني كنت فاكره المدرسه كانت لما مثلا نتكلم في الدين او كده كانت تشخط فينا، وممنوع اي حد يتكلم في الدين، ابدا ابدا ممنوع. كنت مره سالتها انا وزميلتي يعني عن ديانتها وكده، فضول يعني، فشخطت فينا وقالت ممنوع التكلم في الدين، وقعدت تعلمنا يعني ان ممنوع حد يسال حد عن ديانته او يكلم حد عن الدين او كده. طبعا انا تقبلت الموضوع ده وانا صغيره يعني، بعد كده لما كبرت يعني فهمت الموضوع ان هو ده موضوع علمانيه يعني وكده. كمان موضوع الصحوبيه كان منتشر جدا، يعني ما فيش حد غيره وهو مصاحب، يعني نادر قوي تلاقي حد مش مصاحب، نادر جدا جدا. وايه يعني البنات كانوا يصاحبوا الولاد استغلال لفتره قصيره ويقعدوا يغيروا فيهم، وده من دون درايه الاهالي. يعني الاهالي كنت بشوفهم بيصعبوا عليا قوي، يعني كنت اشوف الست منتقبه وابنها معايا في الفصل، وبشوف الافعال اللي بيعملها ابنها وتصعب عليا، يعني ازاي انت متدينه كده وسايبه ابنك كده؟ بس هي حرام يعني، هم تلاقي غصب عنهم لان هم مش عارفين اللي بيحصل. يعني كان في منهم ناس كثيره مثلا بنات مش كويسين، كان الاهالي يربوهم ويعاقبوهم وكده، وبرضه يرجعوا لنفس الموضوع من غير علم الاهالي، يقعدوا يتصاحبوا. وفي كتير قوي بيدخنوا بالذات في النظام الامريكان ده، يعني كتير قوي اول ما نخرج من المدرسه في الباصز بقى والاتوبيسات وكده في المدرسه يقعدوا يدخنوا بقى ويعملوا كل اللي هم عايزينه، وبالذات يعني في النظام الامريكان ده يعني. وما كانش حد بيعمل لهم حاجه ولا يقول لهم حاجه،
وكان صعب جدا ان انت مثلا حد يتحجب. يعني احنا مثلا في المدرسه بتاعتي، انا بتكلم على مدرستي، واحنا وانا ما كنتش في العاصمه، يعني انا مش في القاهره، انا في محافظه تانية، ولكن سبحان الله يعني في القاهره الموضوع اصخم واوحش واسوأ بكثير جدا جدا جدا. انا في مدرستي من اول 5 ابتدائي لحد جريد 12 اللي هي ثالثه ثانوي في النظام الاي جي، كان واحده بس هي اللي محجبه، الباقي كله ما فيش حد محجب. تخيل يعني ما فيش اي حد محجب خالص، وكان حتى المحجبات دول كنا بننظر لهم نظره دونيه جدا، وانا نفسي كنت كده يعني، كانوا بيصعبوا عليا قوي ان اقول يعني حرام يعني منبوذين ومحدش بيكون عايز يصاحبهم، وكمان يعني ما كانش بي 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 بيجراب اتنشن، يعني اللي هو ايه اللي هو يعني زي ما الشيخ عبد العزيز طريفي كان بيقول ان كثرة خروج المرأة دي بتخليها ان هي عايزة تتزين وان هي عايزة تتبرج اكثر وكده. ده اللي كان بيحصل في المدرسة برضو، ان هي يعني بيصعبوا عليا ان هم ما فيش من حد من الولاد بيقرب لهم او كده. طبعا ده بالنسبة لنا يعني زمان، ان يعني بيصعبوا عليا بقى، يعني ما حدش كان بيديهم اهتمام وكده. وكنا اول ما حد يتحجب اول سؤال نساله لبعض في المدرسه، مين غصبها يعني، مع انهم كانوا بيكونوا لابسين عن اقتناع تام يعني، بس احنا كنا بننظر ليهم نظره الغرب للمراه المحجبه او المنتقبه، يعني ان هم مين غصبها، مين ان هي اوبرست، ان هي مضطهده على طول. وكان المعظم زي ما قلت لحضرتك ان هم بيقلعوه، يعني انا اعرف شخصيا يعني اعرف واحده لبسته وكانت في النظام الامريكي، ومع يوم بس شفت كان الناس كلها حواليها وعمالين يكلموها ويبصوا لها يعني بصه مش كويسه وكده، وبيحاولوا ان هم يعني يقللوا العزيمه في نفسها. تاني يوم لقيتها قلعاه، تاني يوم قلعت الحجاب. وبرده في النظام برده عندنا برده بنت اصغر مني برده لبسته، ما عادش كام يوم وقلعته، كتير بقى كتير 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 كتير, كتير كده. وكمان عايز اقول لحضرتك ان كلنا كنا بناخد دروس، ويعني حتى كنا بندفع حوالي 100,000 او اكتر، ده طبعا ده من زمان يعني ايام انا كنت في المدرسه كنا بندفع حوالي 100,000 او اكتر، دلوقتي غليت اكتر من كده بكتير في السنه، وكل امتحان ليه فلوس معينه بتدفعها يعني، والفلوس دي عماله تزيد مع زياده الدولار، عماله تزيد ويعني المبالغ بجد مهوله. وعايز اقول لحضرتك ان كتير قوي من الاهالي بيبيعوا، يعني انا اعرف امهات بيبيعوا ذهبهم ويبيعوا كل اللي معاهم عشان خاطر المدارس دي، وفي الاخر يعني عيالهم بيكونوا يعني بيتدمروا جوه المدارس، وبيصاحبوا وبيحضروا حفلات مع بعض، ومش بيكتفوا كده كمان يعني بيسيبوا المدرسه ويروحوا بالليل في النوادي يكملوا بقى السهره بقى مع بعض، واهاليهم بيبعتوهم في النوادي، واي حد في الطبقه اللي هي بيروح مدرسه دوله كده يفهم موضوع النوادي ده، النوادي الغالية دي اللي يقعدوا يبعتوهم فيها ويدفعوا بال100,000 ولا مش عارفة كام، دول تلاقيهم بيكملوا السهرة في النوادي، وأهلهم بعتنهم يلعبوا رياضة ولا رياضة ولا أي حاجة، هم بيروحوا يكملوا السهرة مع صحابهم اللي مصاحبينهم في المدرسة يعني. وزي ما قلت لحضرتك إن كتير قوي بيدخنوا وفاسدين جدا، والولاد والبنات يقعدوا جنب بعض ويهزروا عادي خالص، ما فيش حاجة اسمها اصلا حرام، اصلا ما فيش حاجة اسمها كده. انا ما عرفتش حرام دي غير لما دخلت الكلية، يعني ما عرفتش يعني ايه حجاب، يعني كنت عارفة حاجات بسيطة كده عن الحجاب وكنت عايزة اتحجب، وبس زمايلي قعدوا يقولوا لي لما كنت بكلم في الموضوع ده يقعدوا يقولوا لي انا اسفة يعني على اللفظ، يقولوا لي ايه القرف ده، شكلك حلو بشعرك، حرام، مش عارفة ايه، خسارة. فسبحان الله ما اتحجبتش غير لما دخلت الكلية بقى، لما دخلت كلية حكومية في مصر وشفت بقى الثقافات المصرية وشفت البنات المصرية وكده، وشفت ان هما بيلبسوا خمار وبيلبسوا حجاب وكده، الحمد لله يعني اتحجبت وانا في سنة ثالثة كلية يعني، ولبست على طول طرحة طويلة يعني شبه الخمار كده، وده بسبب ان انا يعني كنت قاعدة وسطيهم يعني وسط الناس الكويسة، مع اني ما كنتش بصاحبهم قوي، بس لما بشوف المنظر ده قدام عيني الصراحة يعني بحس اني ابقى عايزة ابقى زيهم ومتدينة زيهم وكده يعني. ولميت نماذج صالحة في المدرسة في الكلية سوري، برضو بدأت ان انا اتجه للدين وكده، واسمع المحاضرات عبد العزيز طريفي، وعرفت ان مشايخ كتير قوي يعني من بسبب الكليه. لكن لو انا كنت فضلت في نفس المجتمع بتاع المدرسه كنت زماني فسدت من زمان جدا. وعايز اقول لحضرتك كمان انه كان في ناس كانوا بيحولوا من مدارس عاديه للمدارس اللي هي الدوليه دي، وكان منهم معايا ناس كتير قوي في فصلي، والناس دي بيبوظوا يعني بجد بيبوظوا بيبوظوا بيبوظوا، يعني ان هم يعني اعرف ناس كانوا مدارس عاديه وحولوا على ثانوي عام، حولوا على المدارس الدوليه دي. احنا كان عندنا ثانويه عامه 3 سنين مش سنه واحده،
كانوا بيحولوا على ثانوية عامة 3 سنين، يتخرجوا من ال3 سنين دول بيكونوا ملاحدة وبيكونوا بيدعموا الشواذ. وكان ساعتها كان موضوع أوباما إن هو يعني قنن موضوع المثلية وكده. فلما قنن الموضوع ده كانت دي نفس السنة اللي أنا كنت فيها ثانوية عامة. فسبحان الله في السنة دي عايز أقول لحضرتك يعني إن قعدوا كلهم اللي معايا، وبالذات اللي هما جايين مدارس عادية وحولوا مدارس دولية، عايزين يندمجوا مع الناس اللي حواليهم كده. فبدأوا إن هما ينزلوا موضوع love wins، يعني إن هو الحب يكسب. وبدأوا بقى إن هما ينزلوا صور بنت مع بنت وولد مع ولد، وإن هما بيدعموا الموضوع ده يعني. وفي كتير منهم زي ما قلت لحضرتك ان هم الحدوا وبداوا ان هم يسخروا في عن الدين، وبداوا ان هم ينزلوا بوستس على الفيسبوك يتريقوا على نفسهم ايام زمان لما كانوا في مدارس عاديه، ويقولوا يعني بص انا كنت عامل ازاي وبقيت يعني ازاي دلوقتي بقيت منفتح وكده. وبقوا يسخروا بالدين ويسخروا من شعائر الدين وكل حاجة تخص الدين يعني. وكان في منهم برضو اللي هم البنات برضو لما شافوني ان انا لبست الحجاب وبقيت انزل حاجات دينية وكده مسحوني من الاصدقاء. وسبحان الله يعني بقى في ولاء للكفار وبراء من المسلمين يعني، فعلا ده اللي حصل. والمشكله ايه، دول انا مش بحكي لحضرتك دول اللي كانوا معايا من زمان من 5 ابتدائي وكده، لا دول يا دوبك حولوا بس على ثانويه عامه، ولكن ال3 سنين بتوع الثانويه العامه مش عارفه ازاي هي كافيه لدرجه ان هم حولتهم بالطريقه دي يعني. فكان الحجاب نادر جدا، وكان اللي بتلبس حجاب دي منبوذه جدا، وانا نفسي كنت يعني سبحان الله كانوا بيصعبوا عليا يعني. كنت بقعد اقول يعني ازاي يعني ربنا ثبتهم في وسط المجتمع ده يعني. واصلا يعني كتير منهم ما استحملوش يعني، بالذات اللي هم يعني دخلوا بقى الجامعه الامريكيه، او معظمهم يعني في المنطقه يعني المدرسه اللي انا فيها راحوا الجامعه الالمانيه كلهم يعني. لو ما لقيتش الحجاب بتلبس تربن اللي هي يا دوبك تغطي شعرها بس رقبتها باينه وكده، ده يعني ده اقصى حاجه يعني، اكتر حد اعرفه فضل ثابت يعني. بس يعني فكنت عايزه احكي كمان برضو لحضرتك ان كان في مدرسين اجانب معانا، ولما كنت بشوفهم كنت بحس يعني زي حاجه اسمها inferiority complex، اللي هو يعني حاسه بنظره دونيه لنفسي ان انا ليه مش زيهم. وزي ما كان بيقول يعني استاذ ايمن عبد الرحيم، ان هو المهندس ايمن عبد الرحيم، ان هو لما حد تتعلم حد اقل من 10 سنين اللسان غير اللسان العربي بتاعه، هتحس ان الهويه بتاعته هتتغير والانتماء بتاعه هيتغير. وفعلا انا حسيت كده يعني، ما كنتش حاسه ان انا منتميه لمصر ولا لبلدي ولا للسان العربي ولا للإسلام. وكنت حاسة يعني ان انا مش عارفة، حاسة ان انا فعلا يعني مذبذبين يعني، لا اله ولا لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء. فيعني سبحان الله فعلا كنت حاسة زي ما حضرتك كنت بتقول يعني مسخ يعني، ان انا مش عارفة يعني. انا حتى الانجليش بتاعي مهما يكون كويس مش هتكلم زي النيرف يعني، مش هتكلم زي اللي هو مولود برا. والعربي بتاعي كان بايظ جدا، وما كنتش بعرف اكتب بالعربي، وكنت بتكلم بالفرانكو. وكل هتلاقي كل من معظم 99% من الناس اللي في المدارس دي بيتكلموا بالفرانكو، ولا عربي ولا انجليش اللي هو انجليش عربي ده. ولحد ما دخلت الكليه طبعا لقيت ان الناس اللي معايا في الكليه ما بيعرفوش يكتبوا وما بيفهموش الفرانكو ده، فغصب عني اتعلمت عربي والحمد لله يعني. اتعلمت عربي وبقيت اكتب بالعربي، بقيت اتعلم قران وسنه مع نفسي وكده يعني. فسبحان الله يعني. فكنا حاسين ان احنا مش منتمين، وكانوا بيقعدوا يقولوا لنا يعني ان يعني احنا بلدنا بريطانيا ودي مش بلدنا وكده. وكنا بنقعد نحسد يعني اللي بيعرفوا يسافروا، لاني حاسين ان هم يعني لقوا مكانهم، لان احنا مش حاسين ان احنا ده مكاننا يعني مش بلدنا وكده يعني. فسبحان الله والله يعني تحس كده انت غريب فعلا زي ما حضرتك قلت يعني. كنت حاسه ان انا غريبه في بلدي يعني، ولحد دلوقتي يعني بحاول ان انا اتخطى الموضوع ده، بس برضه انا لسه حاساه. وبرضه حاسه لو انا يعني سافرت، وان شاء الله مش هيحصل يعني، بس حتى لو انا سافرت برضه حاسه ان انا غريبه، لان انا برضه مش مولوده بره، فاهم حضرتك؟ فسبحان الله يعني. انا ما انصحش اي حد ان هو يخش المدارس دي بجد يعني. يعني انا مش عارفه ازاي ربنا نجاني. معظم الناس بجد اللي دخلوها كلهم اتخرجوا ملحدين، ولو ما اتخرجوش ملحدين يعني هيخرجوا على الاقل يعني نسويين، وبيدعموا الحركه النسويه بالذات النساء، وبيدعموا المثليين. وكنا عايز اقول لحضرتك ان انا كنت في الاي ليفلز بتاعتي، اللي هي حاجه اسمها اي ليفلز يعني ماده، كنت باخد اي ليفل بيولوجي، عايز اقول لك حاجه اسمها اي 2 بيولوجي يعني ماده الاحياء المتقدمه اللي بتاهلك ان هي تخش طب او كليه ميديكال يعني كليه طبيه.
عايز اقول لك ان احنا كنا بنتعلم الايفولوشن ثيوري اللي هي التطور، كنا بنتعلمها، وكان الدكتور كان بيشرح لنا دكتور في مدرسة يعني في ثانوية عامة، وكان بيقول لنا يا جماعة انا هشرح لكم دلوقتي، بس اي حاجة هتسمعوها طنشوها ومتؤمنوش بالكلام ده، بس انا هشرح لكم الكلام ده. وبدأ يشرح وانا في نفسي عمالة اقول، وانا ايامها يعني عمالة اقول طيب يعني طب ليه احنا ندرس الحاجات دي وهو نفسه بيقول انا مش مؤمن بيها، طب ليه بيتعلمها؟ وانا يعني كان في يعني زي انتقاد كده في نفسي، حاسه ان في حاجه غلط، يعني انا بتعلم حاجه في المدرسه وبعد كده لما اروح البيت واشوف الناس في الشارع مثلا، يعني الاقي ناس مختلفه خالص يعني، واسمع المشايخ الاقي حاجه مختلفه، طب انا ليه بتعلم الكلام ده؟ كانوا بنتعلم يعني الموضوع اللي التطور وكده، ويعني كنت حاسه يعني باحساس غريب كده، يعني ان انا مش عارفه فعلا زي ما ربنا قال يعني لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، يعني مش عارفه انا فين مكاني يعني. فسبحان الله يعني ده اللي انا قادره اتذكره يعني. وانا برضو معايا يعني اخواتي اللي لسه موجودين في المدرسه برضو، بقعد اشوف يعني بيقعدوا يحكوا لي حاجات برضو نفس الاكتر اللي انا مريت بيه. دلوقتي بقى الموضوع اسوأ جدا، بقى مثلا دلوقتي في يعني الجروبس اللي هي بتبقى من غير الاهالي او المدرسين، بيعملوا الفصل بيعمل جروب لوحده كده يتكلموا فيه، بيبقى فيه مصائب مصائب مصائب، يعني البنات والولاد بيقعدوا يهزروا يعني باباحات جنسيه وكل ده يعني بدون رقابه الاهالي يعني، ويقعدوا يتكلموا في كلام وحش وكده في الجروبات بتاعة المدرسة. وحتى يعني اخويا برضو بيقعد يقول، يعني اخويا لسه في المدرسة وبيقعد يقول لي يعني ان الفتن صعبة جدا ومش عارف ان هو يستقيم وكده، وحتى يعني الصلاة يعني مفيش وقت للصلاة او كده، بيضطر ان هو يعني يستأذن مثلا ان هو هيدخل الحمام او كده، او ان هو يعني يستأذن يدوبك 5 دقايق، بيقدر يعمل كده بس في حصة العربي يعني، عشان مدرس عربي يستأذنه يقول له يعني انا هروح اصلي، يستأذن يقعد في كلاس كده ويصلي فيه ويرجع تاني، وهو الوحيد اللي بيصلي في الفصل كله. بقعد اقول له يعني محدش بيروح معاك، حد يساعدك؟ بيقول لي لا، هو الوحيد اللي بيقوم يستأذن يصلي ويرجع تاني يعني. ففعلا بتحس انك غريب لو انت قمت شعائر الدينية وكده، تحس انك غريب، ولو عملتش كده يبقى وحاولت تندمج معاهم هتحس ان يعني ان انت ضعت وكده. فبس يعني هي دي تجربتي، ومنصحش اي حد ان هو يدخل المدارس دي بالذات الامريكان، يعني الامريكان بقى بايظين خالص، يعني بيبقى في مكان مخصص اصلا ليهم في مدرستنا بره المدرسه شويه كده، نظام زي حاجه شبه قهوه كده بيتجمعوا فيها ويقعدوا يحششوا هناك وكده. يعني بجد حاجه صعبه جدا جدا يعني، ومحدش يعني سبحان الله الحاجات دي كانوا بيقعدوا يقولوا ان ده في المدارس الحكوميه، وان احنا عندنا بيتعلموا الاخلاق وكده في المدارس الدوليه، وكل ده غلط والله، احنا اللي عندنا افسد من اللي بيحصل في مدارس الحكومه. يعني لما انا بشوف قرايبي وكده بلاقيهم ان هم مش الفساد عندهم مش زينا خالص، وكفايه ان هم بيتعلموا عربي، يعني احنا ما بنعرفش، انا الحمد لله ان انا بعرف اتكلم مصري، بس برضه لما احاول اتكلم باللسان العربي مش عارفه اتكلم، ونفسي اتعلم، بس انا وصلت سن كبير قوي يعني مهما اتعلم مش هبقى زي اللي متعلم من صغره وكده يعني. بس الحمد لله يعني، ودي كانت تجربتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في حاجه كمان استاذ مصطفى لو تسمح لي ازود، انه كل الاحتفالات اللي كنا بنحتفلها في المدرسه كانت احتفالات تخص النصارى والغرب، لكن عمري ما افتكر ان احنا احتفلنا برمضان او احتفلنا بعيد او اي حاجه. الحاجات دي الايام دي كنا بناخد فيها ممكن، او يعني يوم المولد او كده، مع اني بدعه يعني، بس كنا بناخد اجازه عشان خاطر يعني تبع يعني عشان الحكومه بتدي اجازه لكل المدارس، ولكن كاحتفال في المدرسه لا، كنا بنحتفل بيه، بنحتفل بالكريسماس ونلبس هدوم تبع الكريسماس ونعمل احتفاليه المدرسه كلها تعمل كده. كمان كنا بنحتفل بالهالوين اللي هو الحفلة، نعمل حفلة تنكر ونلبس بقى اللي هي زي لبس الأموات واللبس الأسود ومش عارفة ايه وكده. بص يعني حضرتك اي، كنا بنجيب برضو اللي هو البامبكن، يعني كنا بنعمل بالظبط زي الغرب بالظبط، اي احتفالية موجودة في الغرب كنا نعملها في المدرسة، واحتفال يعني نظام الاي جي كله والامريكان مع بعض، الناشنال ما كانش فيه قوي، لكن الامريكان واللي هو الانترناشنال اللي هو الدولي اللي هو الاي جي والامريكان كنا على طول نعمل الاحتفالات دي بالمدرسه، يعني المديره وصاحب المدرسه هو يعني اللي سمح لنا ان احنا ننظم حفله زي دي يعني.
لكن حفلة مثلا لأي حاجة دينية أو كده ما كانش فيه كده خالص. دي أول حاجة. وتاني حاجة كان العربي والدين والدراسات مش داخلين في المجموع، يعني كنا بندخل الحصص دي ترفيه كده، يعني نقعد نسمع، ومعظمنا يعني ما كانش بيسمع الصراحة. يعني مثلا حصة العربي كنا بنطلع نسيب الحصة ونقعد في اللايبراري، نقعد في المكتبة، نقعد نقرأ قصص وكده. في حصة العربي وقت العربي ما حدش بيهتم بأي حاجة، كانوا بيسيبونا براحتنا. ووقت الامتحانات يدونا ورق كده نراجعه ونحله وبس، وينجحونا يعني. فحصص العربي والدين والدراسات ما كانتش داخلة في المجموع، يا دوبك بس مطلوب منك تنجح يعني كده، زي الدين دلوقتي في المدارس الحكومية. تخيل بقى يعني قلة الاهتمام الناس بمادة الدين. كان عندنا بقى كمان عربي وكمان الدراسات الاجتماعية. فدي برضو كانت حاجة تانية يعني كنت عايزة أزودها لحضرتك يعني.